احنا كنا في غزة وقالوا لنا اخلوا خان يونس، ومن خان يونس قالوا لنا عرفة، حاليا قالوا لنا اخلوا المواصل، سيبوا رفح يعني. هتسيب رفح لازم، انت شايف. وين هتروح؟ هروح ان شاء الله على الزوائد. منطقة أمن الزوائد. هو في زمن الحرب احنا في حرب ولا منطقة آمنة؟ توقع الخبط وين ما كان. انا لسه حتى لما رحت وانا المفروض انزح يعني، وزعوا وحكوا واتصلوا على كثير ناس، المفروض انزح بصراحه. انا ما عيش خيمه انزح فيها لانه الخيم كلها توزعت على الحبايب، وما في شيء يعني، ما في شيء سيوله انا اركب اجيب شحن ب 400 500 شيكل ويمكن اكثر. الامور صعبه جدا. انت متخيل لما انت بدك تنزح من دارك وانت مش قادر تنزح، يعني انت يعني المشكله كبيره. ورفح يعني المفروض اللي ينزح تبع الجنينه، انت بتحكي قاعد السلطان بينزح، المناطق تاعها بتنزح، فالامور صعبه جدا. احنا مش عارفين ايش نعمل، هذا كفر، احنا مش عارفين ايش نعمل يعني. انت طب انا وين اروح؟